بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وارتضاه لنا دينا وبعث فينا سيدنا محمدا نبيا ورسولا. سبحانه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، رحمته المهداة ونعمته إلى خلقه المسداة، النبي الأمي الذي علم المتعلمين والذي قاد سفينة الدنيا الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة في هذه اللحظات المباركة من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد شريف بالمنيل، حيث نلتقي وحضراتكم في ختام هذا الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف كعادتها إحياء لرسالة المسجد كما كانت في عهد النبوة. أيها الجمع الكريم، وموضوعاتنا التي تختارها وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، هي موضوعات تمس الواقع المعيش. وموضوعنا في هذا الأسبوع وتحديدا في هذه الليلة عن قضية مهمة وفي غاية الأهمية، وللأسف الشديد نجد أنها قد انتشرت في بعض الأماكن، لا نفرق بين قرية أو مدينة أو حضر، إنها قضية حرمان الأنثى من الميراث. والحقيقة أن هذا الأمر هو أمر في غاية الخطورة، لأنه يخالف أمر الله سبحانه وتعالى الذي نزل من فوق سبع سماوات، لا يفرق بين رجل وامرأة، كل له حقوقه لحكمة أرادها الحق تبارك وتعالى، والويل كل الويل لمن يخالف أمر الله. إن الذي يفعل هذا الأمر يحرم ابنته أو أخته أو خالته أو عمته من أمر الميراث، إنما هو يدخل في كبيرة من الكبائر، ألا وهي أكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. هذا الأمر سوف نستمع إلى تحليله وإلى تدقيق له وإلى إيضاح فلسفته وإلى إيضاح أهميته وإلى إيضاح أيضا الكارثة التي تنجم عن تركه من علمائنا الذين نشهد لهم بالعلم والعمل، والذين أشرف على المستوى الشخصي بالجلوس بين أيديهم الآن. فمعنا متحدثا بإذن الله تعالى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين سابقا بالأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وبإذن الله تعالى معنا أيضا فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الله النجار الذي هو في طريقه إن شاء الله إلينا، وهو عضو مجمع البحوث الإسلامية أيضا. ويسعدني في البداية أن أرحب بالسادة الحضور من وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور سعيد حامد
مبروك مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة فضيلة الشيخ جمال إسماعيل حسن مدير إدارة جنوب القاهرة، فضيلة الشيخ عبد الرحمن خالد أحمد إمام وخطيب المسجد، وأرحب بحضراتكم جميعا. ونبدأ هذه الأمسية ووقائعها بهذا الحديث الذي نسعد به من فضيلة أستاذنا وعالمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين سابقا بجامعة الأزهر عضو مجمع البحوث الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكم العدل رب العالمين، غذانا بالنعم وسخر لنا ما في الكون علويه وسفليه وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. هو الحق وكتابه حق، ومن أنزل عليه الكتاب حق، والذي نزل بالكتاب حق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. أحكامه أتت تعم بعدالتها أهل الأرض، وتشملهم تلك الأحكام برحمة من شرعها لهم، لأنه سبحانه هو العليم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فمن خضع له ورضيه ربا وآمن بألوهيته وأنه مالك الملك ومدبر الأمر رضي بأحكامه قائلا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحانه سبحانه أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بدين فأكمله له، وبشريعة فأتمها له، فدينه كامل وشريعته كاملة، وطبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم ما يكون التطبيق. وبتطبيق النبي لها وسير الخلفاء الراشدين المهديين على هديها وفي سناها شهد لتلك الشريعة بالعدل والإنصاف الأعداء قبل الأصدقاء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، ها
هذا النبي الذي أرسله ربه على حين فترة من الرسل بعد أن تخبطت البشرية في دياجير الظلام فأخرجها من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد. رفعت إليه شفاعة في امرأة شريفة قرشية ولم يستطع أحد أن يفاتح رسول الله في شأن تلك المرأة المخزومية التي سرقت، والسرقة تعد نوعا من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، والاستيلاء على حقوق الغير بغير حق. فلم يستطع أحد من أصحابه أن يفاتح رسول الله في الأمر، إنما قالوا كلموا فيه حبة، أسامة بن زيد حب النبي. فلما كلمه أسامة في شأن تلك المرأة المخزومية كي يسقط عنها حد العقوبة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه، وما كان ينتظر مثل هذه الشفاعة من حبه، قائلا له: أتشفع في حد من حدود الله؟ لقد كان من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه لشرفه وعلو رتبته ومنصبه ومنزلته، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، أي يمين الله، لو أن فاطمة بنت محمد وحاشا للطاهرة البتول حاشا لبضعة رسول الله حاشا لتربية بيت النبوة أن تسرق، لكن الأمر حمل النبي وخطورة القضية جعلته يقول: لو أن هذا الأمر وقع من ابنتي بضعتي أحب الناس إلى قلبي، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الطاهر الزكي، وارض اللهم عن آل بيته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. المنصة الكريمة الدكتور حسن مدني، السادة علماء الدعوة والأوقاف وعلى رأسهم فضيلة الدكتور سعيد، وجميع الزملاء كل باسمه وعظيم رسمه، حضرات السادة والسيدات رواد هذا المسجد المبارك وعمار بيت من بيوت الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسنا ما صنعت وزارة الأوقاف حينما اختارت هذا الموضوع ليكون عنوان ندوة اليوم برعاية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،
ومعاونة رجال الدعوة وقيادتها بالوزارة. إنه موضوع في غاية الأهمية، لأنه يمس الحقوق، وحقوق العباد لا تسقط أبدا. يعني من يظن أن حق العبد على العبد يسقط بالتقادم فهو واهم، ومن يظن أن حق العبد على العبد لو حكم بالبراءة فيه في ساحات القضاء وبهذا الحكم سقط فهو واهم. فليس كل ما يبرأ قضاء يبرأ دينا. الوزر قاعد في الرقبة، وليس كل ما يدان قضاء يدان دينا. القاضي بشر يحكم بما ظهر له من أوراق، والقضاة لا يحكمون بعلمهم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر ولعلكم تختصمون إلي، فربما يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه فأحكم له بحق، يعني ليس له فيه حق، فليعلم إنما أقتطع له قطعة من نار جهنم. فحقوق العباد لا تجاوز عنها، ولا يقبل فيها أنصاف الحلول إلا إذا تنازل أصحاب الحقوق عن حقوقهم برضا نفس. من هذا المنطلق يأتي حق النساء في الميراث المقرر شرعا لأصحاب الفرائض بسهامهم المقسومة بنصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا تقبل اجتهادا من عالم. ولذلك سماها الله نصيبا مفروضا، سماها الله فريضة من الله، لا دخل لأحد فيما شرعه الحكيم سبحانه وتعالى. الميراث لم ينظر الإسلام فيه إلى جانب الذكورة أو الأنوثة كما يتوهم البعض، بل قسمه الشارع الحكيم حسب المصالح والحكم التي لا تخفى على أحد. ومن ثم إذا مات صاحب التركة حري بالورثة ألا يؤجلوا تقسيمها بعد تجهيزه وتكفينه وتسديد ما عليه من دين وتنفيذ وصيته. فإذا ما فرغ الورثة من هذه الجوانب واجب على الجميع أن يقبل على التركة قلت أو كثرت ليعطي كل ذي حق حقه. ده اللي بنعمله؟ هل نحن نصنع ذلك؟ الجواب لا. يأتي كبير الإخوة وكأن نعرة جاهلية تجري في جيناته فيقول: تركة أبي لا يقرب منها أحد،
كيف أفتت تركته؟ تبقى هي هكذا، ودوره يبقى هكذا، وعماراته تبقى هكذا، حفاظا على اسمه. ولا يدري هذا المسكين أنه بصنيعه ذلك يعد عاقا لوالده، يرتكب إثم الظلم لشركائه في التركة إذا منعهم حقوقه. ناهيك عن حقوق النساء التي يرمق الرجال أن تلك النساء وهؤلاء النسوة قد تزوجن بغرباء ليسوا من العائلة، فكيف أعطي مال أبي ليؤول من تجاه ومن خلال زوجته إلى رجل غريب؟ هل أذن الله لك بذلك أيها الظالم؟ هل قال لك الشرع إن زواج أختك من غريب يعد مانعا وعائقا لئلا تعطيها حقها في الميراث؟ ما هكذا حكم الشريعة يأمر. البعض الآخر يريد أن يهضم الحقوق فيبحث وينقب عن الرديء غير الجيد، غير المنتج، غير الصالح، ويصنع طعاما لإخوته الإناث ويدعوهم في بيته بعد وفاة الأب أو الأم، ويستجلب عطفهم ويستدر مشاعر الفراق. والبنات بطبيعتهن رقيقات طيبات، فيقولون للأولاد أنتم سندنا وأخواتنا وحقنا معكم وما فيش أولى منكم. فيطول الزمن وقد تموت الأخت ولم تحصل على حقها، يأتي أبناؤها الورثة الشرعيون يطالبون خؤولتهم بالميراث. فالأخولة في هذه الحالة يدور أمرهم بين حالين، إما أن يقولوا إن أمكم قد أخذت حظها في حياتها، لقد كنت أصنع معها كذا وكذا وكذا وكذا، ويعدد المواسم والأعياد والمناسبات ويطيل الحب لينتهي الحق. وحالة أخرى قد تقول الخؤولة بصناعة سند زور وشهادة شهداء زور إن أمكم قد باعت، وهذا هو المستند، فتضيع الحقوق. هذا أمر له خطورته، وبسبب أفعال المنتسبين للإسلام ظلم الإسلام، فنجد خصوم الإسلام يرفعون عقائرهم ويقولون إن شريعة الإسلام ظلمت المرأة،
حيث لم تعطها ما يساوي الرجل. ظلمت المرأة حيث لم تستطع المرأة أن تأخذ حقها، ويعددون ويسيرون شبهات، والسبب هم المنتسبون للإسلام يطبقون عرفهم الفاسد الذي لا يمت إلى الإسلام بصلة، إرادة الاستحواذ على التركة ظلما وعدوانا. فيأخذ خصوم الإسلام هذه الأعراف الفاسدة وينشرونها وكأنها دين وكأنها شرع. لا، الإسلام لا يظلم بأفعال المنتسبين إليه. الإسلام دين أنصف المرأة وأعطاها حقوقها كاملة، ولها أهلية الحق في التصرف فيما يؤول إليها من تركة والديها، ولها أهلية الذمة المالية الخالصة، لا زوج يتحكم فيها ولا أخ ولا أب، إنما هي صاحبة ذمة مالية مستقلة، لها مالها ولها تركتها ولها نصيبها. فنقول لهؤلاء الذين يسيئون إلى الإسلام بعرفهم الفاسد: ظلمتم أنفسكم وظلمتم أخواتكم وظلمتم دينكم الذي تنتسبون إليه. إن أردتم النجاة في الآخرة فأدوا الحقوق لأصحابها قبل فوات الأوان، وإن كنت حريصا على مصلحة ابنك وبناتك فلتعلم أن أباك كان حريصا على مصلحة بناته وأولاده وأنت فرد منه. وإن كنت تريد أن تؤمن أولادك ببقاء التركة هكذا فلتعلم أن هذا ليس تأمينا أبدا، بل قد ترزق الأولاد السفهاء الذين يبعثرون ما جمعت من تركة، حلالا كانت تلك التركة أو حراما أو ملوثة بحقوق الآخرين. يأتي هؤلاء فيضيعون تلك التركة وأنت محبوس فيها تعذب. أستميح شيخنا العذرة لألقي جملتين وأفسح المجال لفضيلتك. فأنت بصنيعك هذا تكون مرهونا بهذا الظلم الذي وقع منك حينما منعت هذا الحق وحرمت هذه الضعيفة، أو حرمت هذا الضعيف، أو حرمت أي أحد من أصحاب الحقوق في تركات آبائهم أو أمهاتهم. إن الإسلام دين العدل، دين الإنصاف. الجوانب في الشريعة كلها من يستقرئها يتجلى له جوانب الإنصاف والإصلاح لتلك المرأة. فأي ظلم يقع من الإخوة على تلك المرأة فالإسلام منه براء، إنما هو العرف الفاسد الذي حمل هؤلاء على منع الحقوق وعدم القيام بأدائها. فحري بنا حتى لا نكون سببا في توجيه التهم لشريعتنا وديننا أن نحافظ على توزيع التركة
بعد استخراج ما هو لصيق بالمتوفى من سداد دينه وتجهيزه وتنفيذ وصيته، وألا نحبس التركة بعد ذلك بحجة أن تلك التركة تحمل اسم المورث والشريعة الإسلامية من صنيعك براء، فاحذر عقاب الله واخشى انتقامه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للعالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين سابقا بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية، على هذه الكلمة المستفيضة التي لمست واقعا كلنا يعيشه، سواء في صعيد مصر أو في دلتاها أو في شرقها أو في غربها. وهذه الكلمة حقيقة يجب أن يعيها كل من استمع إليها وأن يبلغ الشاهد الغائب. ننتقل فيما تبقى لنا من دقائق قليلة قبل أذان العشاء إلى عالمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ليدلي بدلوه في هذا الأمر المهم، أمر حرمان الأنثى من الميراث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنني أود بداية أن أعتذر عن التأخير لأنني قد اختلط علي المسجد الذي تقام به هذا الملتقى العلمي، وكنت أظن أنه في طريق آخر فمشيت فيه إلى أن وصف لي الشيخ الطريق فكابدت الزحام والحارات والشوارع حتى أتيت إلى هنا، فإنني ألتمس العذر. ثم إنني أشكر شكرا بارك الله، ثم إنني أود أن أشكر في البداية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ذلك الرجل الذي يهتم بالدعوة أيما اهتمام، ويحرص على أن تصل كلمة الإسلام الصحيحة ومن علماء الإسلام المتخصصين الفاهمين الدارسين الواعين المتجردين، لكي يكون الكلام في الدين كلاما صحيحا ومنقذا للعقول وللأفهام وللسلوك من الشطط والتطرف، وليكون الناس على بينة من أمرهم أمام الله تبارك وتعالى. فشكر الله لهذا الرجل ذلك الجهد العلمي الطيب والصادق الذي يواليه ويتابعه في جميع مساجد الجمهورية، حتى بدأ الناس يشعرون أن هناك تميزا في أسلوب الدعوة الإسلامية وفي أنشطتها وفي ألوانها وفي طرقها، وندعو الله عز وجل أن يوفقه للمزيد من هذا العطاء، وأن يوفق كل عالم وكل إنسان في موقعه على أن يقدم للإسلام وللدعوة ولبلده ولمصر وللمسلمين أجمعين ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وذلك هو مقصد الشارع الحكيم، مقصد الشارع الحكيم. وأشكر أخي الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، وهو عالم فاضل، ولما علمت أنه موجود أمنت إلى أن هناك من سيتحدث خيرا مني في هذا الموضوع، لأنه عالم جليل ومحدث ومفسر وفقيه، وألمس علمه في مجمع البحوث الإسلامية في اللجان العلمية المختلفة، فشعرت بطمأنينة وسعادة وفرح، لأنه يفيد المستمعين وسيفيد حضراتكم أكثر مني، فشكر الله له هذا الجهد، وشكر الله لكم هذا الاجتماع وهذا الحضور، معالي المستشار ومعالي السادة العلماء، هذه الكوكبة المضيئة في وزارة الأوقاف، والذين يعتبرون من سواعد الدعوة الإسلامية والقيام على دين الله في مصر، فجزى الله الجميع خيرا ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى. ثم انتقل إلى موضوع الميراث. موضوع الميراث موضوع في غاية الأهمية، رغم أننا نمارسه في اليوم عشرات المرات عندما
يموت أحد ملاك الأموال فينتقل المال إلى ورثته منذ اللحظة التي تصعد فيها روحه إلى بارئه. هنا الله تبارك وتعالى اختص نفسه بالتصرف فيما هو طبعا يملك الناس والأرض وما عليها ومن عليها، والتصرف هنا تصرف في ملك الإنسان لأنه هو الذي ملكه وهو الذي أخذ منه الملك. بمجرد أن يموت الإنسان وفي نفس اللحظة ومن غير تسجيل ومن غير أوراق بيصبح الورثة هم ملاك لكل المال الذي تركه ذلك المورث في اللحظة التي تصعد فيها روحه إلى بريه، دون حاجة إلى تسجيل ودون حاجة إلى شهادة شهود، لأن الموت واقعة مادية لا تحتاج إلى إثبات بالكتابة، فقد تعلم بالإعلام وقد تعلم بالشيوع وقد تعلم بتناقل الناس أن فلانا مات. منذ هذه اللحظة تنتقل الملكية إلى الورثة، فالذي ينقل الملك والله تبارك وتعالى. والتركة حين تنتقل في مال المتوفى بتنتقل بطريقة في غاية العجب، ذلك أن الإنسان في حياته يكون حريصا على ما يملك ويعد النقود ورقة ورقة والأجهزة جهازا جهازا والعقار مترا مترا والبيوت دورا دورا، ثم إذ به في لحظة واحدة يجد أن كلها إحنا اللي بنحس بقى لأنه لا يدرك، نجد أن هذا الأمر كله قد أصبح سرابا وكأننا في قصة خيالية. أين هذا الذي كان يحرص على المال؟ وأين هذا الذي كان يبذل الجهد والجهيد ويقصب الأيمان ويسافر هنا وهناك حتى يجمع المال؟ إذ به بعد هذا الجهد الجهيد يتركه دون وكأنه لم يصنع شيئا في حياته، لأنه لن يستفيد منه شيء، ولأن الله الذي ملكه هذا المال هو الذي أخذ منه هذا المال. فهذا الموقف يجب أن يعطينا عبرة وأدب مع الله تبارك وتعالى في الحرص على المال وفي التعامل معه، أن الإنسان لا يجوز له أن يغتر بماله، لأن المال ملك لله عز وجل يعطيه لمن يشاء من عباده. فالورثة يصبحون ملاكا فعليين حقيقيين منذ اللحظة التي يموت فيها المورث، وبالتالي يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي نقل هذا الأمر. يجب أن يمتثل الناس لأوامر الله تبارك وتعالى وأن يتجردوا عن الهوى، وقد حذرنا الله تبارك وتعالى في التعامل مع الميراث من أن نجور أو نميل أو نأكل أموال غيرنا بالباطل ظنا منا أننا نحابي أو نجامل أو أننا نستضعف جانب هذه المرأة أو جانب ذلك الولد فنسيطر على ماله. فقال عز من قائل آباؤكم، في ختام الكلام عن تداول المال، قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. فأنت يجب أن تتجرد وأن تترك الأمر لله، لأن الله الذي ملكك هو الله الذي سيأخذ منك دون أن تقدر. الله الذي ملكك عن عجز هو الذي سيأخذ منك المال عن عجز، ولكن العجز هو عجز الصغر وعجز الولادة اللي هو عقب الولادة. وقد يكون الإنسان جنينا في بطن أمه ويكون وارثا، لأن الجنين في بطن أمه يوقف له أوفر النصيبين على أنه ذكر أو أنثى، وبالتالي الله هو الذي رتب هذا الأمر، والله تبارك وتعالى هو الذي نظمه وهو الذي حدده، وبالتالي يكون ذلك من فعل الله، فيجب أن يتعامل الناس بالأذى معه. للأسف كثير ممن يتعاملون مع قضية الميراث لا ينظرون إليها من هذا المنظور، وإنما ينظرون إليها وكأنهم هم الورثة الدائمون أو الملاك المستمرون لهذا المال، فيحرصون عليه ويستميتون في التجاوز على حصص الوارثين الآخرين، لأن التركة في البداية تكون على الشيوع، بمعنى أن كل وارث يملك حصة شائعة في المال الذي ورثه عن مورثه أو عن المتوفى. والله عز وجل لما قسم الميراث قسمه بطريقة عجيبة تمثل قمة الموضوعية في العدل والمساواة. العدالة ليست هي أن تتساوى الكفتان، يعني الست تأخذ الدراج، إذا يدي كوم يدي كوم،
أو إذا أعطى بنصف يعطي هذا نصف، لا، ليست المسألة هكذا. إن العدالة في الميراث ليست هي تساوي الكفتين، وإنما هو المساواة الموضوعية في النهاية بين الطرفين. يعني ربنا طيب ماشي، شكرا بارك الله، شكرا. نكمل بعد العشاء إن شاء الله. الذي أريد أن أنتهي منه في هذا الموضوع إلى أن الميراث هو تنظيم الله تبارك وتعالى وتقسيمه، ولا يجوز أن يسيء الناس الأدب مع الله تبارك وتعالى في هذا التقسيم. ربنا لما أعطى للرجل وللمرأة الحق يجب أن يحترم هذا الحق في مقداره وفي ضمان الوصول إلى من يستحقه، سواء كان رجلا أو امرأة، ذكرا أو أنثى، لأن ذلك هو عدل الله وهو شرع الله، ومن يخالف ذلك يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل، فإنه لن يبارك الله له في هذا المال، لأن الذي يقتصب شبرا من الأرض كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم طوقه من 7 أراضين، والميراث أحرى المعاملات بهذا الوعيد الذي توعد الله به من يجرون على بعضهم. أكتفي بهذا القدر وأشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لعالمينا الجليلين، الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري عضو مجمع البحوث الإسلامية عميد كلية أصول الدين سابقا بجامعة الأزهر الشريف. وشكرا لحضراتكم جميعا، على أمل اللقاء بكم في أمسيات وندوات دينية قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.